السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحزنني قبل أيام شاهدت أحد البرامج لفضيلة الشيخ المبجل دكتور عزيز بن فرحان العنزي، وهو برنامج جميل مفيد عظيم، له حضور وله جماهير كثيرة على قناة الشارقة، وهو خاص بالفتاوى. وسأله سائل من بلدة عربية عن ماذا يفعل مع زوجة تتطاول عليه وأولاد لا يقدرونه ولا يحترمونه، وبدأوا أيضا في التطاول عليه وهو قد بلغ 60 أو تعداها، وقدم لهم كل ما يستطيع من مسكن ومأكل ومشرب ومن أمور يسيرة يسرها الله عز وجل له، وهم يطالبونه بالمزيد والمزيد ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. وهذا مما يحزن له ومما يستدعي أن يفكر الرجل كثيرا قبل أن يقدم على الزواج، وأن يختار الزوجة الصالحة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، للجمال والمال والحسب والدين. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك، أي أصبت بالخسران وأصبت بأمور كثيرة مزعجة ولم توفق في حياتك أبدا. الذي أحزنني أن هذا الرجل كان عليه أن يحزم أمره وأن يرى هل يواصل أم ينهي العلاقة، وإن تقدم به العمر وإن تقدمت به المدة التي قضاها مع هذه الزوجة وأنجب منها هؤلاء الأولاد. فليفكر كل مقبل على الزواج 100 مرة قبل أن يختار الزوجة، فاختيار الزوجة أراه من أخطر القرارات التي يأخذها المرء في حياته. فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يختار المرأة ذات الدين التي تعينه على طاعة الله وتقبل منه الحالة التي هو عليها غنى أو توسطا أو حتى فقرا، وتعيش معه ابتغاء تكوين أسرة طيبة تعبد الله عز وجل، وتكون هذه الأسرة نواة صالحة لمجتمع صالح. أما أن يختار زوجة ما وبعد فترة من الزمن تثقله بالديون وتثقله بالطلبات وتكون دائما منانة عليه فهذه الحالة وتكون دائما منانة عليه ففي هذه الحالة أقول له: إنك قد أخطأت في الاختيار، فتحمل نتيجة الخطأ، وأدعو الله عز وجل أن يلهم أسرنا الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة، عملا بقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حفظ الله أسرنا وهدى الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.